السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ احلى علاء في الدنيا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلى على النبي يا جماعه. عليه افضل الصلاه والسلام، صلى على النبي يا جماعه. النهارده بقى جايين في تحدي من العيار التقيل. كله عيار تقيل عندنا، ما عادش عندنا عيارات خفيفه خالص. والله احنا ما نجيش الا بالتقيل يا جماعه. تقدم انت يا معلم عشان الاكله والمزاجات. محشي او محشي رز. يا سلام. بص بقى عمال ايد مين؟ عمال ايد شوشو. البيت في شوشو. ومعانا رز وملوخيه. وملوخيه. التحدي ايه؟ كل واحد حمامتين وطبق الرز. تمام، كفايه. اوعى عليك يا حمامتين وطبق الرز. انا عايز اشوف مستوى يا عم، ما تحبطنيش من اولها. بسم الله الرحمن الرحيم. هتشوف. اتفضلوا معانا يا جماعه. الله بقى، الملوخيه دي بشربه الحمام يا جماعه. اقول لكوش ازيك يا هاني؟ ايه؟ تعيش اللحظه. على مهلك، محدش بيجري وراك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عايز اقول لكم ريحه الاكل النهارده وهو بيتعمل كانت خطيره. تسلم ايدك يا شوشو، تسلم ايدك. شويه ملوخيه ورز بقى. الرز ده معمول في الشوربه برضه، بشوربه الحمام. يا سلام بجد بجد، بألف هنا اولا، ثانيا الملوخيه اللي انت جايبها لوحه خطير. الملوخيه طلعت حلوه. انا قلت على وحشه امبارح. ماليش دعوه بيكم، اتخانقوا زي ما انتم عايزين. امي وجوزي كانوا هيتخانقوا بسبب الملوخيه، هو يقول لها حلوه وهي تقول له وحشه. كانت رقيقه قوي، بس طلعت حلوه. النهارده بقى اما جه من الشغل قالت له تصدق الملوخيه طلعت حلوه؟ انا مش انا قلت لك؟ هما قال لنا هات كيلو ملوخيه، فالراجل قال لي الملوخيه دي جميله اخد كيلو ونص. قال له لا دي وحشه، قلت له لا حلوه. بيني وبينكم خفت احسن تطلع وحشه. بس طلعت جميله. تسلم ايدك يا ابو محمد، انت بتجيب حاجه وحشه. لا بس هو في النهايه برضو اللي عمل الملوخيه استاذ. ايوه يا معلم، انت تكبر بخاطري يسعدك، ولا الحمام عاجبك، ولا ايه حكايتك؟ شوف يا علي، انا بص عمال اهو اشكر فيك وفي ملوخيتك. الحمام ده بره الخدمه ولا ايه؟ لا ده داخلها قوي. النهارده اكسب يا جماعه. مع الحمام عامله ازاي؟ عشان بس فيها رز. قلبها مرته ومن بره رز. مرته اللي هي البصل. يعني مشيناها محشيه رز بصل برده عشان ما نزعلهاش. روعه 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 بجد. يعني استاهل ايه؟ استاهل ايه؟ اكسب النهارده؟ والله بجد بجد. تسلم ايدك يا شوشو. الهنا يا ابو محمد. الله الله. بصوا بقى الحماميه دي تتمسك كده. مرة ايه الجمال ده؟ الله الله على الرز. ايه رأيك في الرز اللي جواها؟ ايه رأيك في الرز اللي جواها؟ تحفة تحفة. عارفة؟ أنا مش عارف أنت لو خسرتي عاقبك إزاي؟ أستاهل عقاب أبو محمد؟ الله يعافيك. أستاهل أتعاقب على الأكل الحلو ده؟ على الحلاوة والطعامة ديت؟ عاقبها إزاي يا جماعة؟ شفت أنا مروقة عليك إزاي اليومين دول؟ بعمل لك كل الأكلات اللي أنت بتحبها صح؟ يبقى لو خسرت أبو محمد هتعمل فيا إيه؟ الواحد يقدم السبت برضه يا جماعه. بس انا مش هخسر، عارفين ليه؟ احنا متفقين من التحدي اللي فات ان انا هحط لنفسي رز اقل، صح؟ وده باختياره هو مش ظلم.
في حد قال لي من فرصه الاسماء ظلم يا جماعه رعوني هو كو جنب اختك الغلبانه على سعاده مين اللي عامل الحمام الحلو ده رايك يا بتانو تحفه وده ماما والله العظيم ايه رايك جميل والله قوي الله تحفه بذمتك بتاكل طعامك ده منين اول مره تنسبت الصدق مرتاح شجعونا بقى يا جماعه عارفه الرز كده مع فص الحمام تسلم ايدي كتاب مش مجامله يا جماعه والله والله ما باكل الحمام ده من بره محمد بيقول لماما المفروض تصدري للمطاعم اه والله يا محمد ده بيجبر خاطري المفتى بقى البخر ده انا بعشقه النهارده شيشه مبدعه عارف يا علي والنور كان قاطع والله يسال ماما ايوه وخرجت الملوخيه والنور قاطع ما رضيتش اعملها في الكبه بيني وبينكم الملوخيه مخروطه ليها طعم تاني وعملها النهارده بالطماطم هي اللي مخروطه على فكره وعملها بالطماطم مش عملها خضرا انت عارفه في الكبه زي الاكياس اللي بتتعمل قلت لا هاكلها ماما قالت لي هتتعبي قلت لها مش مشكله المهم ابو محمد يعرف ياكل والله تسلم ايدك تسلم ايدك تسلم الدنيا رص رص الحمام ايه عمل عظمه يعني الحمام عمل عظمه تتعاقب ابو محمد لو خسر عظم انا عظم يا بنتي يا شوشو بحب الكبده والقمصه جوه من غير طعم لان انا بحشي بصل ايه قلبه بصل بكمون وفلفل عظمة يا رب اكسبك بدخل بصوا بسرعة عشان احصله مع ان رزقه اقل رزقي اقل على فكرة انت معلقتين رز وما كسبتيش لسه حمام مية انا عارفة بابا احسن تفكر نفسك خلصت مش مفكرة بس بالله عليكم يا جماعة بالله عليكم بالله عليكم ما تنسوا اللايكات بالله عليكم الرز ده من اللي حشى بيه قلب الحمام بس اشبعت
حفاظ على النبي يا جماعه، قلت لكم في القناه الحمام خدنا سرحنا فيه. التحدي كان على طبق الرز وانا خلصته. اشتغل يا ماما يلا. يلا ماما يلا. انا خلصتي. بس يعني. انت عارف ان انا بحسك قوي صح؟ وبعمل لك الاكل اللي انت بتحبه، هو الملوخية انت بتعشقها والحمام والرز، وبص حبة الرز دول انت بتحبهم صح؟ تمام. اوعى تفكر ان انا سبت الحمامية دي عشان شعيب شبعت او هخسر، انا سايبها لك عشان تاكلها شوية كده او كلها دلوقتي. فهمت؟ قلبي عليك. وعاقبها ازاي بعد الكلام؟ يعني انا اكل زي زيه ده هو سي علي. يعني عاقبها ازاي بعد الكلام الحلو والجميل ده؟ والله بتحرجيني. يعني مش هتعاقبني بجد؟ فانت ايه؟ ما ينفعش اعاقبها بعد الاكلة الجميلة دي بصراحة. انت تاكل الحمامية نادي كمان. عايز اقول لكم اللي وراء الكواليس كلهم بيضحكوا. فانا سايبه له يا جماعه الحماميه دي حبا فيه. ماشي يا ابو محمد، بزنزها كده على خلاص. ماشي هسامحها وخلاص اهو. انا اديتك هديه على فكره. هو كله بصوابه. ما هو عقاب ليا ان انا اسيب حمامتي واديها لك على فكره يعني. دي رشوه مش هديه. رشوه؟ ماما بتقولي دي رشوه مش هديه. بس رشوه ربنا محللها يعني، انا مديها لجوزي قد. مش رشوة بعد الشر. كل ده عشان ما تتعاقبش اعمل ايه؟ عامة بالله ما هونش عليك يا ابو محمد صح؟ انا مش هرضى اعاقبها عشان خاطر الاكلة الجميلة دي. عشان الاكلة ولا ما هونش عليك؟ لا الاكلة الجميلة دي 10 على 10. يعني مش عشان ما هونش عليك. لا الاكل، الاكل تحفة. ماشي. بس لو عجبكم الفيديو بتاعنا ما تنسوناش في اللايك وشير وسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصلوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي.